فتح مصر مناقصات في جلسته الأسبوعية أمس 76 عطاء ل 15 مناقصة وثلاث مزايدات حكومية تقدمت بها 6 جهات حكومية، بلغ إجمالي أقل العطاءات المقدمة 14.9 مليون دينار. وتصدر الجلسة بعدد طرح المناقصات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد تقدمها ب6 مناقصات، فيما طرحت وزارة الأشغال مناقصة أعمال البناء بمشروع المدينة الرياضية في الصخير. وأظهرت بيانات الجلسة تنافس 5 شركات على عطاءات المناقصة، كما أظهرت بيانات جلسة مجلس المناقصات والمزايدات تنافس 3 شركات عقارية على مزايدة عامة طرحتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لإنشاء سوق مدينة حمد الشعبي المركزي، فيما طرحت شركة نفط البحرين بابكو 4 مناقصات تضمنت توفير خدمات تأجير الرافعات ذات حمولات لحد أقصى 300 طن وشراء مضخات جديدة واستبدال المضخات الهوائية في ميناء بابكو وتأهيل المسبق لتوفير قطع غيار وخدمات للخزانات التي فوق سطح الأرض. أقفل مؤشر البحرين العام على ارتفاع هذا الأسبوع نسبته 0.13% عند مستوى 1339 نقطة، حيث ساهم قطاع البنوك التجارية في القيمة الإجمالية للأسهم والسندات والصكوك والصناديق العقارية بنسبة 38.14%. المزيد مشاهدينا من التفاصيل في سياق التقرير التالي. تجاوزت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة المدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 19,527,000 سهم ووحدة، وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة تجاوزت 4,008,000 دينار، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 313 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 23 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار. أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وجاءت في المركز الثاني مجموعة جي اف اتش المالية. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. استحوذت كل من مجموعة أبو ظبي المالية وصندوق جولديلوكس على نحو 30% من شركة سلامة من خلال إتمام صفقة مباشرة على سهم الشركة المدرج أسهمها في سوق دبي المالي. وبحسب البيانات الصادرة عن سوق دبي المالي أمس، تمت الصفقة على نحو 370.7 مليون سهم من أسهم شركة سلامة بسعر 0.42 درهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 155.69 مليون درهم وفقا لصحيفة الاتحاد. وبعد الإعلان عن إتمام الصفقة، حلق سهم سلامة مرتفعا في تعاملات سوق دبي المالي خلال جلسة نهاية الأسبوع ليتصدر قائمة الأسهم النشطة بالكمية بالسوق، مسجلا كميات التداول بلغت 92.6 مليون سهم بقيمة تجاوزت 50 مليون درهم، ليغلق على ارتفاع بنسبة 10.2% عند سعر 0.541 درهم.
تستعد شركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك لتوسيع استثماراتها في قطاع النفط والغاز داخل السعودية بأكثر من 1 مليار ريال، وذلك بحسب ما ذكرته الهيئة العامة للاستثمار السعودية. ومن الجدير بالذكر بأن بيكر هيوز تعد شريكا استراتيجيا للمملكة في مجال النفط والغاز، إذ بدأت رحلتها داخل المملكة العربية السعودية بحفر بئر الخير في الدمام عام 1938، كما تجاوز عدد العاملين في الشركة داخل المملكة حتى الآن 2650 موظفا في أكثر من 10 منشأة. مشاهدينا، النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. International Consolidated Airlines Group التابعة لبريتش إيرويز تعلن عن سرقة بيانات شخصية لعملائها. عالميا، جددت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند القول بأن المحادثات لإنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا مع الولايات المتحدة إيجابية وبناءة. وأبلغت فريلاند الصحفيين وهي تتجه إلى يوم ثاني من المحادثات مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هيزر أن مسؤولين من الجانبين بذلوا جهودا الليلة الماضية لتسوية مسائل تقنية. وقالت بعد محادثات مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هيزر أن الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم يجب ألا تكون جزءا من مفاوضات نافتا، وأضافت قائلة هذه الرسوم غير مبررة وغير قانونية. ولم تذكر تفاصيل بشأن المجالات التي تناولها المسؤولون أو مجالات الاختلاف بين الولايات المتحدة وكندا. انخفضت طلبات المصانع الألمانية في شهر يوليو بعكس توقعات المحللين بفعل هبوط الطلبات الأجنبية الجديدة. وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية أن طلبات المصانع الألمانية تراجعت بنحو 0.9% في يوليو الماضي على أساس شهري، مقابل انخفاض بنسبة 3.9% في يونيو السابق له. وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن طلبات المصانع الألمانية سترتفع بنسبة 1.8%. وأوضحت البيانات أن الطلبات المحلية زادت بنحو 2.4%، فيما هبطت الطلبات الأجنبية في شهر يوليو بنسبة 3.4%، أما الطلبات من داخل منطقة اليورو فانخفضت بنسبة 2.7%. استقرت أسعار الأغذية العالمية خلال شهر أغسطس مقارنة مع الشهر السابق، مع ارتفاع أسعار القمح الذي عوض انخفاض مؤشرات أسعار السكر والزيوت النباتية والألبان بحسب ما كشفته بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 167.6 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 167.2 بعد التعديل بالخفض في يوليو. وذكرت المنظمة أنه من المتوقع وصول إنتاج الحبوب العالمي في 2018 إلى 2.587 مليار طن بانخفاض 64.5 مليون طن أو 2.4% عن الإنتاج القياسي في 2017. مشاهدينا، الآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. اتسم شهر أغسطس الماضي بطابع الهبوط الملحوظ فيما يتعلق بأداء العملات الإلكترونية في تحريك يعمق خسائر السوق الرقمي خلال العام الحالي بعد المكاسب القياسية المسجلة بعام 2017. وشهدت العملات الرقمية تراجعا قدره 49.54 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، رغم الطفرات التي حققها وسط تعاملات الشهر مع احتمالية إدراج صندوق البيتكوين في البورصة. ولكن هذه النغمة الصاعدة سريعا ما تلاشت مع رفض هيئة البورصات الأمريكية للمقترح، مما دفع خسائر السوق الرقمي لتتجاوز 363.8 مليار دولار في أول 8 أشهر من العام.
وأعلنت International Consolidated Airlines Group أن شركتها التابعة British Airways تحقق في سرقة البيانات الشخصية للعملاء الذين حجزوا رحلات على موقعها الإلكتروني وتطبيق الجوالات. وقالت IAAG أن التفاصيل الشخصية والمالية للعملاء الذين حجزوا رحلات جوية مع الشركة البريطانية في الفترة بين 21 من أغسطس حتى 5 من سبتمبر قد تم اختراقها، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية. وأشارت إلى أن البيانات التي تم الاستيلاء عليها لم تتضمن تفاصيل الرحلات أو جوازات السفر، مؤكدة أنه تم معالجة الاختراق. وتواصل بريتش إيرويز مع العملاء المتأثرين وأخطرت الشرطة والسلطات المحلية.